واحد المكان يستحق الزياره اكثر من مره. فمرحبا بكم في براج لالة كتكوست. هيا فين؟ داكو هيا سياتي لا حفظك مع جمال لا حفظك السلام عليكم، جمال بن بنو صديق الفنان حاتم الغفور، احسن قناه اللي بدا تاخذ شي خبره على الممثل اللي غادي واحد الخط زوين وناخذ منه تجربه. ابونا شام احسن قناه في العالم قناه حاتم الغفور. الله يحفظك. كنت داير لايف نديرو يوتيوب تقول لي كنت معاك سيتو بحال بحال والله درنا غير هكا حتى شدك لا شدك اه شفتي الجون نديرو واحد لا نورمال لا نورمال Thank you.
سيونس. سيونس. السلام عليكم قناة الفنان الجميل الممثل الأنيق حاتم عبد الغفور اللي كنحبوه وكنقدوه وزعما خدمنا أونسون في مسرحيات وفي أفلام إيوا كنتمنوا ليه التوفيق ونزيدوا لايك أبوني 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 الزوج بارك الله عليكم. مرحبا بكم بلو، مرحبا بكم معنا في هذه الطبيعه الجميله هنايا بالقرب من البراج ديال لاله كركوس والاجواء مشمسه. Ladies and gentlemen, welcome to my YouTube channel, and it's a very beautiful place. We are here close to the Lille Coast Dam, and we are having a lot of lunch in this beautiful place. So please join us. You are very welcome to enjoy our lunch. Please don't forget to subscribe and share and like. I'm so happy to share with you those moments. Thank you so much. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت درتي فيديو تقد من الاحسن. غادي نساليو دابا هذا اللايف ونعاودو نتلاقاو في لايف اخر، فما تنساوش مرحبا بكم تابوناو بارطاجيو شير سبسكرايب لايك، طلعوا لي القناه حاتم عبد الغفور. تبارك الله عليكم. عودة
بزاف ديال الحوايج اللي ممكن الواحد يجي يشوفهم.
تبارك الله عليكم وكاحنا نكونوا سالينا الزياره ديالنا وسالينا الشجره ديالنا تلقاو في فرصه اخرى في خرجه اخرى تبارك الله عليكم ما تنساوش تابوناو بارطاجيو لايك شير كل شيء كامل دوكا حنا الماء ديال البراج واصل هنا الطاق ديالنا من البراج حنا هاد الساقيه ديال الماء حنا هاد محترف الفنانين اللي هو عباره على واحد المتحف فيه لا بانتور وفيه النحت وفيه مجموعه ديال الفنون اللي غادي تعرفوا عليه في هاد الفيديو هذا فزعما هاد المنطقه هادي منطقه زوينه بزاف فيها بزاف ديال الحاجات اللي ممكن الواحد يجي يشوفهم تبارك الله عليكم وكاحنا نكونوا سالينا الزياره ديالنا وسالينا الشجره ديالنا تلقاو في فرصه اخرى في خرجه اخرى تبارك الله عليكم ما تنساوش تابوناو بارطاجيو لايك شير كل شيء كامل السلام عليكم مره اخرى حنا دابا تغدينا سالينا الغدا وجينا حتى اللايك ديال البراج ديال لا تكركس فبصراحه واحد الفضاء زوين بزاف وفي واحد الطمانينه وواحد الراحه يا سلام نتمنى تجيو تزوروا هذه البلاصه لانه واحد المكان يستحق الزياره اكثر من مره فمرحبا بكم في براج لا تكركس Thank you.